maanta waxay ku beegan tahay maalinta koowaad ee Eid al-Adha waxaa si weyn loogu ciidayaa caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho halkan aan ka soo waramayo waa masaajidka weyn ee isbaheysiga Islaamka ee ku yaala degmada Waabiri ee magaalada Muqdisho waxaa salaadda ciidda ku soo oogay boqolaal shacab ah oo ka kala yimid degmooyinka gobolka Banaadir salaadda ciidda sidoo kale waxaa ku sugnaa mas'uuliyiinta ugu sarsareysa dawladda federaalka ee Soomaaliya ugu horeeyo madaxweynaha dalka Xasan Sheekh Maxamuud ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka صالح أحمد جامع قدوميها بارلمان الصومالي شقادن محمد نور شقادن مذوبي عمنا كسر ذي قلها وزير ذي حكومة الصومالية صلاة ذي كدي مدحوينها الصومالية أو خطبة دير كجي ذي مساجد كيس بهسق إسلام كدقمة وبري قبل كبنادر أيام مركه هري همبل يوحى ولو ذاك الشعب كصومالية مل بيجوجان إن عيد إن عيد ذاك الله وكجر سيو بشبشي برواقو madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ugu baaqay bulshooyinka soomaaliyeed inay u gargaaraan dadka danta yar oo aan maanta ka qayb qaadanin farxadda ciida عيد مبارك كل عام وانتم بخير ضمان دتك الصوماليات ملك السجوجان وحنا عيد وناكسن عيد يعني عيد كلا أو بدن فرحة الله نبو جارسيو يدل كن يو نبدوبي يدل كن أتجن يا قلوبنا إلهي سبناي عن إلهي كبرينا إن قلوبنا سبناي أو قلوبنا إسافي النقطة سيان عمل كن أدمي كن أخربا أو النقطة متها جاكسن أو إلهي درتيس لوس أنت أكيد أتبدي أما فرنتي عيدا حلا يا سيداي لكن واحد ربع ميرا قاركود مهم إن أن أقول أو أن ومدى صومالي درنسيو مهم مدى أي أمورها أي نولي هنا دانا ومدى أمن جينا أبوها هي ولا ليال ودكتين دلكو حارب دقال أيو كجرا عدو أن أمدى يجريتان كده الدين كذا يدل كذا يدد كذا مدنا بقى أنا وحبك فلين أي أندرات كل جهة ومدى صوماريات أي كل جلته ما أحد ولد كريه شعبنا يوم حانكنا ما في سورة جو أي وح أم وجي عدو كنا وا 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 لم وجي ومدى وا أم وجي سئنا أنا ذلك أهين أنا يذبي أنا قصبنا كوها يسن كريم أو أنا كدر فدي كريم ومدى ما في سؤال جوانا ومدى ملك سيجوك تعود دير أي كل هذا عدد من وافه من ما ليه شيء مدى البيلي أي كجرا عرب عدد الصومالية وحنوص موقتا ما ليه وين وآدي آد هو رأسي وخير إلهي من عليس أول بورا نوغو من نسي نغسي من نسي ملكا وآه ما ليه تعد دل كانوا شباب رأى دل كانوا شباب كحروري دل كانوا عبيدة تكفير كبع بعضي وأن دتك لكافرين وأن دتك محافر على الدين تلقى ساري ودتك اللوبي يري عبادة السوبر يدقق السوبر إيدي ولا لماذا الدين تحرير اللوبي يري ودتك أي سكت سيين أي كم دين سيين عقيدة صالحة ضبطها حلبان هوري محمد عبد الله فارح الجيسي حلبان كتير سن برلمان الصومالي عدنان علمي بقرة oo kamida masuuliyiinta salaadda ciidda ku tukaday masaajidka isbaheysiga Islaamka iyo qaar kamida shacabka salaadaas ciidda halkaasii ku oogay ayaa farxadda waxay la qaybsadeen shacabka Soomaaliyeed meel bay joogan markii uu horeeyda muslimiinta ciidaya caalamka daafihiisa qasahan Soomaaliya waxaan Ilaahay uga baryayaa inay ku ciidaan nabad iyo amni iyo barwaaqo iyo galgacaltooyo iyo walaaltinimo إني كعيدان إلهي وبريا نتاك قدال الحمد لله ما أنت وعيد الأضحى عيد الكبرى إسلامك وحو دماش هذا يا عالم إسلامي أردن أنا ونوح عن دماش هذا إن مقدسه إن شاء الله أمن الله أن أقول لكم وعيدني مسادك إسبهي سيان نحتاج أن هي إلهي سبحانه وتعالى يا محدث كله سبحانه وتعالى إلهي هنوسي يا ديو مدان يكوكل وخبضنا إلهي النبضي أمنها نقوقار سيو waxaan aad iyo aad u salaamayaa ummada Soomaaliyeed qasatan dadka shacabka ah waxaan leeyahay ilaahay subhanahu wa ta'ala xariqisa adkaysta ilaahay isku xira ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa dhibka qaada asaana keena inuu naga qaadan ka baryayna ilaahay subhanahu wa ta'ala
dhamaantiin waxaan inka codsanayaa inaad qalbi furan iyo gacmo furan aad ilaahay ku baridaan. بسم الله الرحمن الرحيم مركو هوري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أمد الصومالية ميلو البيشوغان وحان أوهم بلينا يا مالنت عيدة مالنت كوال عيد الأضحى وحان لا يهي دمان أمد المسلمين تأهميلو البيشوغان قاران أمد الصومالية مالنت ومالن وين مالن أدو ونكسن وحان مالنت جوغنا مسجد كيسلهسيقا ومالنت مدحوينها خران هل كان نقلوتو كذي waxay umada u bogaadinayaa inay farxad iyo raaran ay ku qaataan maalinta ciida insha Allah dareenkeygana waa dareen aad u qurux badan maadaama ciid ay tahay maanta ee acmaashi Allah naga aqbalo salaadana Allah naga aqbalo waxaan leeyahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh maanta aad waxa farxad weyn ila ah in aan ka qayb qaato munaasabada ciida ciid Carafa dhamaan meel walba joogan meel walba joogtiin waxaan ilaahay ciid wanaagsan walaal saayid oo faraxsanahay sababtoo ah maanta waxa uu soo idiistay masaajid isbeesiga maanta madaxweynaha uu qudbinayo masha Allah walaal dareenkay walaal lama soo kabi karo bismillaahir rahmaanir rahiim dhamaan umada Soomaaliyeed meel walba joogan maanta waxaan leenahay ciid mubaarak waa ciidii ciid adha ahayd waa ciid amal weyn oo runtii rukni weyn oo islaamka la soo gutay oo xajkii umadda maanta ay shalay ka soo laabatay Carafa maanta ciid ay tahay ummadaha muslimiinta meel walba joogaan waxaan leenahay nabad ku ciida ciidan ciideeda Allah idinku gaarsiiyo nabad iyo horumar iyo barwaaqo ummad Soomaali gaar ahaan waxaan u leeyahay ku dadaala inaad dalkiina soo gaarsiisan dalalka horumaray inaad nabadda ka shaqeysaan inaad horumarsan dalka inaad maaragtay iswalaalaysataan waxay dhexdiina cafisaan dowladnimo Soomaaliyeed oo runtii ummadda ku wada noolaato ka fakarto inaad gaartaan gacmihiina ay ku jirtaa qof walba asaas bedeli karo sidaad ogtihiin diintu waxay leedahay ilaahay subxaana wa taala in allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiru maa biinfusihim haddaan go'aansanno maanta inaynu ka baxno waxaan ku jirno runtii waxay noqon doontaa wax weyn ayaan soo kordhin doonaa dadka soomaaliyeed sida meelba laga sheegay waa dad ku ammaana runtii waxtar iyo howlkarnimo laakiin in iyaga gudahooda ka samaystaan ayaa u dhimanayd waxaan leenahay wixii ka dambeeyo insha Allah talaabadaas ay noqon doonaan talaabada oo qaadi doono ciidan ciideeda ku ciida nabad iyo barwaaqo iyo horumar muslimiinta waxay leeyihiin laba ciidood waa ciidul fidriga ciidul adha sidoo kale waxaa lagu jiraa dabaaldega maalmaha xurriyadda oo si weyn looga dareemayo caasimadda Soomaaliya Muqdisho Cabdiraxmaan Waabiri warbaahinta Daljir halka aan ka soo hadlayo waa isbaheysiga Islaamka Muqdisho